يأتي مقتلهما في وقت لم تكد طهران تنسى ضربة موجعة تلقاها حرسها الثوري بمقتل قائد من العيار الثقيل، وهما من ألوية النخبة أبرز تشكيلات الحرس الثوري الإيراني، تناط لهما العمليات العسكرية ذات الزخم الكبير. منذ بداية التدخل الإيراني في سوريا زجت طهران بأعداد كبيرة من قواتها، وبين الفينة والأخرى تخرج بيانات تنعي مقاتلين فيما تعتبرها حربا على الجماعات التكفيرية. فبحسب تقرير صدر عن معهد واشنطن قتل 113 إيرانيا.